ادخل. صباح الخير يا كامل بيه. صباح الخير يا لميس. في ايميل وصل بيقول ان مشروع مرسى علم اللي احنا كنا مقدمين عليه راح مننا ورسي على شركه كي ار. نعم، ازاي ده حصل؟ حته شركه صغيره تخطف مننا مشروع كبير زي ده؟ دي شركه لسه جديده واحنا مدينها اسهم في البورصه. حماس الشركات الجديده يا مستر، ما تضايقش نفسك. وبعدين احنا لسه في مشاريع كتير قوي مقدمين عليها وان شاء الله كلها هترسي علينا. بعدين ده حته مشروع صغير مش هيفرق معانا في حاجه. ولو برضه مشروع صغير مشروع كبير، اللي حصل ده بيقول ان في شركات بتهتم بشغلها اكتر مننا، ولو عدينا الموضوع ده وقلنا انها شركه جديده هنلاقيها هي اللي عدتنا وخدت المشاريع الكبيره، حتى المشاريع الصغيره مش هتسيبها لنا. ما تقولش كده يا كامل بيه، انت اسمك براند، الناس كلها بتعمل لك الف حساب. وبعدين ما تنساش المشروع الدولي الكبير ده هينقل الشركه في حته تانية خالص، هيخلي حضرتك في اريا لوحدك صعب ان اي حد تاني يوصلك. وبعدين انا هفضل جنبك مش هسيبك، هضغط نفسي في الشغل اكتر واكتر، المهم ان انا اشوفك مبسوط ومرتاح.